يا عم ما تخافش والله، بعمل ريجوين بس. كان مرجع على فكرة. يا عم هو المصحف ما بضرب، هو الميكروفون مقفول ولا ايه؟ انت عايز تفايت يعني ولا انت بتقرفني وخلاص؟ بطيء بطيء، طيارة بطيئة. مشكلة، أنا طاير بكادلك وهو طاير اللي في البتاع دي. يا نهار اسود يا جدع، بالزمن ان انا مشغل الموسيقى انا طاير فاتح الاير بريك، شايف الغباء؟ عشان مش متعود على الانديكيشنز بتاعت الزفت دي. سلو داون تاني البدون. لو كنت عايز اقتلك كنت قتلتك من زمان على فكرة. والمصحف حد معانا اللوك كلين ايش يا عم، ماشي لعبت معاك مرة. عارف لو كانت سخوي يا خرابي. اب 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 ليه الوسخة دي؟ ده هيتر، انت هتحور، انت ضربت هيتر. اشتاوي انا
حبيبتك كده دين ام انا ما انت شايف اها اضرب 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 عيب عليك عنديش اصلا فليس اضرب انت بقى بينجو فيوز اضرب انا ايه اضرب فليرز اضرب عنديش اضرب فليرز الصاروخ الصاروخ مش هيترن بس ضربت صاروخ اضرب التاني اضرب 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 يا لهوي يا دينو يلا نار تبيع يا عم انا بينجو فيول كنت عندنا هيرين عندنا ولا فين دي ما اعرفش والله بس انا ما عنديش رن انا لا انت جديد في الطيارة فكرة انا ممكن اكسر ال لا يا وانا كده هلاند قبليك مش كده انا بعذب نفسي حرام هوب كل ده عشان ما لاندش قبليك لا انا كده كده كنت بعمل ستور طب تيك ليفت ستي ليفت اي بيج يو تاتش داون تاتش داون خرا بس تاتش داون نوقف فيه لا كملت معاك على اخر الرنوي ولا ايه؟ انا وقفت في الربع الاول من الرنوي اول مره اعملها بال 15 لا انا عايز ابص بقى على ايه جديد بقى يعني انا بقالي مثلا حوالي 4 5 شوف التشينج لوج بتاع الباتشات بتاعتها